السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل إخوان والأخوات المغاربة أينما كنتم. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إخواني أخواتي. فكنظن أنكم كلكم شفتوا الحجرة اللي ولات في بلادنا اللي كان اعتزوا بها وكان ناكلوا الدق عليها باش نعززوها ونخليوها دائما في العلالي. لكن الحجارة كتار وكل شي شاف الفيديو اللي فيه مخزني كيشتف على مواطن مغربي مقهور محقور ظالمه الوقت قهره الزمان مبكيه الزلط وقلت الشي قلت الشي كتر الشي. جيب خاوي فضل يغامر بحياته ويوهبها للحوت وما يبقاش عايش في الزلط. يزيدوا هاد المخزني الحقار كيشتف عليه وبالبرود كان ديالو ولابس الكسوة ديال المخزن اللي ما احترمهاش. فين هي الهيبة ديال البدلة اللي عاطيها لك سيدنا نصره الله تدافع بها على البلاد وتحمي بها المواطن المغربي؟ انت البدلة كتشتف على المواطن بها، بهدلتي بالبدلة ودليتي لها القيمة اللي عندها بالجهل اللي عندك وعدم التربية اللي فيك وعدم الحب لخوتك المغاربة وعدم حبك للمواطن. واش السيبة في البلاد؟ واش السيبة في البلاد السي؟ واش السي صايم بزز طرمد انتي على ولاد الناس ما ولتيهم ما توجعتي عليهم؟ فضلوا يرمي وراسهم في البحر وما يكملوش العيشة في البلاد مع الحقارة في حالك. مع الحقارة في حالك وفي حالك راهم كتروا منهم عدادة. خاصك تربى يا الجاهل يا الأمي يا الجاهل الأمي. الخدمة المهنة اللي خدمتيها ما علمتك حتى شي حاجة، ما ديتي منها حتى شي حاجة اللي تنفعك، اللي تنفعك أمام المواطنين وأمام نفسك قبل كل شيء. الدولة عطاتك قيمة، عطاتك قيمة وعطاتك منصب براتب شهري اللي تقدر تزوج منه وتكون أسرة منه وتشري دارك منه. أما داك المواطن ما تعطاتوش هاد الفرصة اللي تعطاتك انت يا الجاهل يا عديم الضمير يا عديم الإنسانية. وتنوض انت تزيد داك المواطن اللي مقهور قهره الزلط وقلت الشي والقهرة والحقرة تشتف عليه انت بصباتك على راسه. بغيتي تصفيها ليه، انت بغيتي قاع تحيدو من الدنيا قبل ما ياكلوا الحوت تصفيها ليه. انت تصيفتو ما عندوش حتى الكتف باش يدافع على راسو امام الامواج القاتله. تصفيها ليه، بغيتي تصفيها ليه باي طريقه ما حاملوش. طرمد انتي على المواطنين، طرمد انتي على المواطنين. سي سي المخزني انا شتو بان ليا صايم بزز، صايم بلا خاطرو. ايوا سير اخويا تقرقب ولا سير اخويا كمي ولا سير سكر. ايوا ورفه على نفسك شويه. والله ما تكون انسان طبيعي ولا تكون انسان جاهل. صايم صايم لراسك ما صايمش للناس. لا حول ولا قوه الا بالله. من هذا النوع هذا منهم عادات، منهم عادات تقول صايمين للناس. ما عرفتش انا هذا البشر هذا كيفاش تيفكر. شهر الصيام، شهر القيام، شهر الاحترام، شهر الصلاه والعباده وذكر الله سبحانه الا هو. نوض انا نبقى نفرشخ في الناس ونتعاطى ونتساب الكلام الخاسر الكلام الفاسق المنحط الكلام النابي. راه لا حول ولا قوه الا بالله. ما خليتي لا لدنيتك ولا لاخرتك، لا لدنيتك ولا لاخرتك. سير اخويا طرمدن على باك اللي ولدك، سير طرمدن على امك اللي ولداتك، طرمدن على باك اللي ولدك وما ربكش على انك تحترم الناس وتتعامل مع الناس بالادب وبالاخلاق وتكون انسان مربي ومتخلق. واخا يكونوا الناس غالطين تعامل معهم بالادب وبالاخلاق والتربيه على وجه البدله اللي انت لابس. تحترم البدله اللي عطاها لك سيدنا لابسها تدافع بها على المواطنين ماشي تفرشخ بها المواطنين. المواطن كيستغيث بالشرطه وبالناس اللي خدامه في المخزن، ماشي غنوليو المواطنين يستغيثوا بالمواطنين من المخزن ومن الشرطه ومن المخازنيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سير اخويا طرمدن على الجاهلين اللي ما رباوكش
وما عرفوش يربيوك، ولكن القانون غيربيك وغيعلمك تمد يديك على ولاد الناس. واش حساب ليك ما عنده دراع؟ واش حساب لك داك المواطن اللي انت جالس كتفرشخ فيه ما عنده دراع يعاود معاك الدق وينوض هو وصحابه يشتفوا عليك ويرميوك يا الحوتالة في داك البحر؟ ايوا نيت باش تتعلم، نيت باش تتعلم وتعرف تحترم الناس. لا راه ما خفاتش عليهم، راه ما خفاتش عليهم ينوضوا يتحاموا عليك، يتحاموا عليك كاملين ويشتفوا لك على الدماغ. ولكن انت لابس الكسوه ديال المخزن، ويلا حطوا عليك يديهم، الا حطوا عليك يديهم غتصيفطهم ترونسفير، وداك الشيء علاش جالس كيفرشخ فيه وداير فيه ما بغى، حيت عارفو ما غاديش يقدر يتبادل معاه الضرب لانه لابس البدله ديالو، ويقدر يكذب عليه ويصيفطو للحبس بعينيه محلولين وغيديروا له تبادل الضرب. المواطن مسكين، المواطن المقهور، المواطن المحقور، المواطن اللي غالبه الوقت، غالبه الوقت وقلت شي وجيب خاوي، فضل مسكين، فضل يوهب نفسه ويوهب ذاته ويوهب حياته للحوت والامواج القاتله ويمشي لدوله اخرى اللي كيقول ليه بالو انه احسن بكثير من الدوله اللي تعيش فيها. يعني ما بقاش باغي يعيش مع بحالك الحقاره اللي بحالك اللي قهروه وخلاوه يتخلى ويستغنى على بلاده ويمشي لبلاد اخرى، يمشي لبلاد اخرى. قلت شي المرض، الوباء، الناس ما بقاتش خدامه، الناس كتعاني في صمت، الناس كتعاني في صمت. المواطن ينزف، المواطن ينزف وبشده، المواطن ينزف وبشده، لكن شكون سمعه وشكون مسح دموعه؟ راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المواطن فضل يأكل التفرشيخ على أنه ينوض يدافع على راسه باش القانون يبقى في صفه والحقار يتربى. الحقار يتربى، وحنا نطالب من النيابة العامة على أنها تربي هذا الجاهل اللي منه عادات واللي كيتعداو على المواطن وكيعطيو واحد الصوره على انهم مساندين للمواطن وانهم هما الكتاف السخان ديال المواطن. هذا الشيء هذا انا لا اعمم اخواني اخواتي، هناك ناس اللي ترفع لهم القبعه، ناس محترمين رباهم والديهم وعطاو واحد الصوره اللي هي زوينه لديك البدله اللي لابسين وعطاوها واحد القيمه، لكن هذا الشخص هذا كنشوفوه عطى لديك البدله ديالو واحد الصوره اللي هي مسخه. لكن مسخ غيمشي يتربى، المسخ غيمشي يتربى. الحمد لله ولله الحمد النيابه العامه الاخوان تدخلات ولله الحمد، وتم فتح تحقيق على هذا الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه رجل من القوات المساعده كيتعدى على مواطن مغربي مكلوم في شاطئ الفنيدق، فقامت السلطات المختصه بالمضيق بفتح تحقيق في مضمون الشريط بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف حيتياته وظروفه، وتمكنت أيضا من تحديد مكان تصوير الفيديو اللي فيه الاعتداء على مواطن مغربي. فإنه مباشرة بعد اطلاع مسؤولين كبار على مضمون الفيديو، تم إعطاء تعليمات صارمة قصد البحث والتحري والتثبت من الوقائع والاستماع إلى المعنيين لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة. دائما الله، الوطن، الملك. إخواني أخواتي، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم والبارتاج للفيديو. كانت معكم أختكم فوق شوية، تهلاو فراسكم، تلقاو فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم.